نطالبوا بكم انكم تعاونونا في مشاكل الولايه. عندنا مشاكل، هو والي ولايه الاغواط الشباب هذو اللي غايورين قال لك والي ولايه الاغواط يرحل من ولايه الاغواط. هذه الوقفه، وقفه الحريه اللي خيرناها اليوم، هي وقفه معناها ليست معناها وقفه تابعه للجمعه، وانما هذه وقفه محليه رانا ندو فيها للتهميش وش راه يصرى في الولايه والمسؤولين تاع الولايه. كاين امورات اللي راه تصرى في الولايه اللي رانا خلاص لحقنا ولينا ما نطيقوش نسمنا خلاص. الذي ضيق الخناق على الجمعيات والنشطاء الجمعيين، حيث انه ما عادش يستقبلهم، ما عادش يدير معاهم اللقاءات الروتينيه ولا يشاور ولا يسقسي. من هذا المنبر هذا احنا نطالب بتنحيه الوالي الذي في كل مره يخرج لنا بخرجه جديده ويمارس علينا نفوذه.